احنا اكتر ناس بتستهون بالضربة على الدماغ او بخبط الدماغ في اي حاجة. وعلى فكرة احنا بنتخبط كل يوم، كلنا بنتخبط. اشي قمت مرة واحدة دماغك قبطت في حاجة، بتركب الاتوبيس دماغك قبطت في السور بتاع الاتوبيس دوت ولا العمود بتاع الاتوبيس، في ناس في طبعا في خروجة فسحة في بتاع اتهور دماغه وخبطت في اي حاجة حواليه، احنا بنخبط دماغنا. المشكلة ان في غدة حساسة قوي لخبطات الدماغ، هي الغدة النخامية، ولما بتتخبط دماغك بشكل متكرر ممكن جدا هرمون عندك يقل اسمه الهرمون المانع للتبول، انتي دايوريتيك هرمون. ودول لما بتخبط ناس ديت وتطنش خبطة بسيطة جدا في الدماغ يلاقي نفسه بعد فترة مش قادر يتحكم في البول، كل شوية عايز يروح الحمام، كل شوية عايز يروح الحمام. ودول طبعا بيحسوا بالعطش بعد شوية لانه بيحصل لهم جفاف، فتلاقيه كمان عايز يشرب مية. الحالة المرضية دي سببها حاجة تافهة جدا اسمها خبطة الدماغ. خبطة الدماغ مش حاجة سهلة، هي من أشهر الأسباب لمرض في الطب اسمه دايابيتس انسيبيدس أو مرض التبول المتكرر. ساعتها لازم نكشف على المريض ده ونكتشف إيه السبب ونعالجه بشكل سريع جدا. خايفة من الواقع بتاع السمنة المفرطة والمستقبل بتاع ماذا يحدث بعد العملية. احنا كنا في كابوس محبوس جوه نفسك. هدفنا ان احنا نعمل حاجة جديدة ما حصلتش على مستوى الوطن العربي. ما تخرجيش، خليكي قاعدة. الناس حواليا وكلامهم ليا انا كنت دايما بتأثر نفسيا جدا من الموضوع ده. كان هدف القصة دي كلها ان الناس دي تنقل للي عايز يعرف الحقيقة. الحقيقة الحقيقة عامل زي مليون ألف شبح كده بيحاربوه. أصحابهم المرض النفسي. كان نفسنا كان قبل العملية بيبقى صعب أي كان. إنقاذ للبشرية. إحنا مبسوطين بوزننا وكل وسعت وما يهمكش أي حاجة، ده واقع ولا كدب عن نفسي؟ أنا شخصياً اتعلمت أتريق على نفسي قبل ما حد يتريق عليا. كان أكتر حاجة بتهون عليا أحلام اليقظة. لما بيبدأ يحصل نزول في الوزن بيبدأ يحصل نحت للهيكل بتاع الوش، بتبدأ الملامح الحقيقية تبان. بقت الحياة قدامهم فيها أمال وطموحات ومولد جديد. دلوقتي احنا بنعمل سكرين للناس، يعني اللي جاي لي يلبس نظارة بعمل له بصمة عين على طول، اللي عنده تاريخ مرضي في العيلة بعمل له بصمة عين. الدكتور لو عملش فحص للقرنية مظبوط ممكن يحول الانسان ده من انسان عادي نظر ضعيف لانسان عنده قرنية مخروطية. في ناس النظارة ما بتناسبهاش، الحول بيروح لوحده حتى لو كان وراثي او حتى لو كان مكتسب، مفيش حاجة اسمها كده. يبقى عدواني؟ مش عدواني بس عصبي جدا، حضرتك بيشوف الحاجات غير اللي احنا شايفينها. الاستاذ الدكتور محمد لاشين، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة الأزهر، دكتوراه طب وجراحة العيون، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، استشاري الشبكية والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الإبصار والليزك. أهلا بكم. ضعف الإبصار مشكلة كبيرة بتواجه الناس كلها، لكن بالذات في الأطفال. لما عيلة تكتشف ان ابنها عنده مشكلة نظر، عنده مشكلة قد تكون ضعف بصر، قد تكون حوادث كوينت، طبعا لما يكبر شوية في فترة الشباب تبدأ مشكلة تانية تظهر في بعض الشباب، مرض الشباب المشهور بالقرنية المخروطية، واللي ده بتأثر فيه برضه قدرة الإبصار بشكل تدريجي وسريع. الأسرة كلها بيجي لها حالة من حالات أولا الارتباك، ثانيا الإحباط. أقول لكم ليه؟ بمنتهى البساطة، لأنه طموحاتهم في هذا الطفل أو هذه البنت في مستقبلها يحسوا أولا طبعا أنه إن الطفل ده أو البنت دي عندهم مشكلة هتفضل طول العمر، بلس بالإضافة لكده أنه فرصهم في مهن معينة خلاص خلصت، يعني هذا الطفل لن يكون طيارا
لن يكون ضابط شرطة، لن يكون ضابط حربية، لن يكون مثلا راجل يقدر يلعب كورة، يلعب رياضة بشكل ما، هيبقى كل حاجة ريستريكتد، ولأنه بيقدروا يلعبوا كل حاجة وبيبقوا حريفة، لكن برضو مش على مستوى الاحترافي، ما يقدرش يعمل لعب على مستوى الاحترافي. الأسرة بتبقى مرتبكة، وأحيانا كمان تكون حزينة عندما يكون الأمر مزعج جدا، زي الحول، حول أمر مزعج للغاية. النهاردة احنا بنتكلم على الأطفال والشباب في البداية، والحوار سيكون مثيرا جدا، وأعتقد أنه كل أسرة تهتم جدا ما تستمع لنا بشكل تفصيلي، أنه كمان غير أنه يكون مثير هيكون جديد مع ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز والحاضر بقوة بلا شك وصاحب الحضور الرائع أستاذ دكتور محمد لاشين. أهلا بك يا دكتور محمد. أهلا بك دكتور أيمن، أهلا بالسادة المشاهدين جميعا. قبل ما ندخل، الأسرة كلها بترتبك لما يكون عندها طفل عنده مشكلة نظرية، صح؟ صح جدا جدا. الأسرة بترتبك زي ما حضرتك قلت، وبيجي لها إحباط زي ما حضرتك قلت، وكمان دلوقتي بيجي لها توهة من الآراء المتضاربة، أعمل ولا ما أعملش، أعمل إيه ولا ما أعملش إيه، أعمله دلوقتي ولا أستنى. ده بيخليهم يتوهوا أكتر وأكتر. ده اللي كنت لسه هقوله، حكاية التوهة دي النهاردة، عشان كده قلت لكم الحوار مثير جدا، فنبدأ بالأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الحول في الأساس هو عدم توازن بين حركة العينتين، العينتين على فكرة، العينتين دي لفظ يعني كلاسيكي لتوصيف الحول. مزبوط. أبيض أسود أم رمادي؟ أبيض جدا جدا، وعايزين نزود كمان أن الحول مش بس خلل في حركة العضلات أو تناسق بين العينتين، لا ده كمان ساعات بيكون الحول خلل في النظر بين العينين. يعني في عين بتشوف كويس وعين بتشوف وحش، فالعين اللي بتشوف وحش دي بتحول، فإما يكون خلل في حركة العضلات إما خلل في منظومة الرؤية عموما. كسل العين هو ضعف البصر بدون سبب عضوي واضح. ابيض ناصع البياض، ابيض ناصع البياض، لازم يكون في كلمه الكسل ان انا مستبعد كل الاسباب المرضيه. مفيش حاجه اسمها عنده حول وعنده كسل، اصله عنده حول عنده كسل لان هو عنده قصر نظر في العين دي، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها عنده كسل لان هو عنده مشكله في العضله الفلانيه. الكسل كسل يعني العين مش قادره تشوف زي الثانيه، ومفيش سبب واضح لكده. نظر الطفل الى جهه واحده بس وعدم توازن الحركه بعض الاوقات دليل على مشكله في النظر. ده ابيض ناصع بياض، ولازم الناس تتاكد من المعلومه دي، مهمه جدا، لان الطفل دايما اللي عنده حول له نظره معينه، وده غالبا في الحول الخفي اكتر من الحول الواضح. الطفل دايما يبص للتلفزيون بجنب كده، تلاقيه بيبص كده، وده صعب جدا لما يبص كده ان هو يجري او يمشي بحريه وبانتظام، لان هو عايز يشوف كده اوضح، وما يجي يجري الارض بالنسبه له متلخبطه. الطفل اللي عنده نظر ضعيف بيبقى له قفله عين شويه كده، او بيبقى بيقرب من الحاجات قوي. الطفل اللي عنده حول دائري احنا بنقول عليه، او العضله الدائريه الجانبيه، بيبقى له بصه بالجنب، لازم يعوج راسه عشان يشوف، اما يجي يكتب لازم يعوج راسه. فبصة العين ليها طبعا دليل كبير جدا على نوع الحول كمان. ايه العين دي يعني؟ شوف حضرتك، يعني هنا ده دي حالات عاملين عمليات حول اهو، ده حضرتك دي بتبقى في خلال اسبوعين او ثلاثه بعد العمليه. كل دي كانت كل ده كان حول داخلي. قبل ده كنا عايزين نشوف في صور معانا قبل وبعد. شكل العين يعني حاجه تفرق. على فكره انت بتصوره كلوز قوي، يعني انت مقرب قوي من العين. احنا مكبر جدا شكل العين. في ناس ما بتحبش تبين قوي وشها كله، وفي ناس بحب ابين اوضح قوي المسافات البياض من هنا ومن هنا، والفلاش بتاع الكاميرا في النص واضح. رغم ان الصوره اللي فاتت على فكره برضه هي تكوين وشها العين شويه رايحه ياباني لايت، ياباني سن. وعشان كده كان في ناس بتشخصها انها حول كاذب، دي مش حول كاذب. لو رجعنا لها تاني، دي صوره واضحه جدا. شوف حضرتك البياض هنا وهنا، تقيسه زي البياض الخارجي، الداخلي زي الخارجي، والفلاش بتاع الكاميرا في النص في القرنيه هنا وهنا. دي عين زي الفل، دي مظبطه تماما وحلوه جدا جدا. طب قبل سن 18 سنه يجب ان تلتزم او يلتزم الطفل باستخدام النظاره الطبيه في حالات اصابته بطول النظر او قصره، ولا يمكن اجراء ليزك له في قبل سن 18 سنه. خلينا نقول بقى النهارده بكل وضوح ان ده اسود. اسود اسود. حضرتك لازم نتاكد تماما ان الطفل اللي عنده طول نظر في عينه واحده او في عينين الاثنين، ده الطفل ده مهدد بالكسل في عين او في العينين. كسل يعني العين دي هتفقد النظر ومش عارفين نعالجها بعد كده. العين دي هيحصل فيها ضعف رهيب جدا، والمخ هيستوعب ان الطفل ده عين بتشوف وعين مش ما بتشوف، خلاص العين دي مش بتشوف. هيتربى على كده، خلاص اتربى على كده، مفيش حاجه تقدر تغيرها له بعد كده. ده فطول النظر. في الاستجماتيزم عنده مشكله ان العين هتبقى جايبه صوره شرب، والعين الثانيه جايبه صوره مشوشه. المخ هيتربى ان العين دي جودتها ضعيفه او بطيئه او
مش هيقدر يستوعب بعد كده العين دي بتشوف كويس. لو جيت عن سن 18 تعمل له ليزك مش هيستفيد اي حاجه. لازم نعرف كويس جدا ان الطفل اللي عنده طول او عنده استجماتيزم او عنده الاثنين مع بعض، شوف حضرتك الحاله دي دي عندها طول نظر. طول النظر ده في الطفل لازم الناس تعرف ان دي حاجه مرضيه. طول النظر في الاطفال حاجه مرضيه، مش زي الكبار اللي لابسين نظارات طول نظر. قصر النظر في الاطفال ده حاجه مرضيه، هنشوف فيديو بعد كده برده لقصر النظر. حضرتك ده طول نظر، شوف حضرتك لما تيجي تعمل تكشف عليه، شوف الحول ظهر اهو. شوف حضرتك كان في الاول الصوره خالص ما كانش فيه حول، حول خفي ظهر اهو، بدات العين الشمال تحول. حضرتك شوف كمان مع الكفر هتلاقي العين اليمين بتحول. طول النظر ده عامل اولا حجم العين صغير جدا، تاني حاجه في طول نظر يعني الطفل لابس نظاره، تالت حاجه عنده كسل في العين. شوف حضرتك دي بعد الطفله دي بعد اهي، دي حضرتك عامله دلوقتي احنا داخلين على فتره طويله كبرت اهي ما شاء الله. عشان بس الناس بتقول الموضوع بقى له شهر واثنين، لا الحالات دي بقى لنا 7-8 سنين والموضوع ده ناجح تماما، لان هو قضى على الكسل. الكسل الشبح المرعب في البيوت المصريه، كسل العين، كسل العين شبح مرعب. طب معلش نقف قدام نقف عنده كسل شوية. العين دي ليه؟ لانه حتى الاطباء البشريين غير بتوع الرمد، انا بتكلم على اطباء البطن احنا يعني تمام. عندنا لخبطه في حته كسل العين، يمكن انا عشان كنت بشرحها زمان في النيورو ففاهمها، لكن هي محتاجه ان الناس تفهم المخ والاعصاب، ان الانسان ما بيشوفش بعينه، الانسان بيشوف بمخه، يعني دي الحقيقه. مظبوط. الانسان مش بيشوف بعينيه، الانسان بيشوف بمركز النظر اللي في المخ. مركز النظر اللي في المخ ده حضرتك كلنا بنتولد مركز النظر ده زيرو، ما فيهوش اي معلومه. ابهرك اسمها اريا 18 واريا 17 و19 17 و18 و19 صح مظبوط، بشوف ب 17 وبفهم اللي بشوفه ب 18 و19 صح، مذاكر تمام تمام تمام. عشان كده احنا اطفال دايما يقول لك ايه ما حدش يضرب حد على قفاه من ورا عشان ممكن يتعمي. دي معلومه طبيه صحيحه عشان ما يحصلش نزيف في الحته. مظبوط كده. السنتر ده بتاع النظر اللي في المخ اللي احنا بنشوف بيه، اللي هو بيحمض الصوره اللي احنا بنلقطها، ده بيتولد السوفت وير بتاعه فاضي تماما زيرو. نبدا نشوف اللي احنا شفناه ونتعود عليه نفهمه. افهم الابيض، افهم الاسود، افهم الطول، افهم القصر، افهم الشخص، افهم الباب، العربيه، الترابيزه، بفهم اللي انا بشوفه. افهم ان ده قلم، افهم اللي انا بشوفه، افهم بتعلمه. اتولدت ان العين دي ضعيفه مش بتشوف كويس، فانا هتعلم او مركز النظر عندي في المخ هيتعلم ويطلع السوفت وير بتاعه ان العين اليمين قويه والعين الشمال فيها مشكله. تمام. خلاص هيتبرمج على كده. البرمجه دي ليها سن تقدر تغير فيها البرمجه دي تاني، يعني تقدر تصلح النظر للطفل فالمخ يرجع تاني يفهم ان العين دي كان فيها مشكله واتحلت. كان في سوء تفاهم وتصلح. انما لو سبت الطفل لما يكبر والبرمجه اتقفلت على كده والسوفت وير قفل خلاص، مفيش حاجه اسمها بقى ننزل له سوفت وير جديد. خلاص خلصت المشكله، الموضوع ده اتبرمج عليه المخ، العين دي خلاص ضعيفه والمخ اتربى على كده. ده الكسل وانتهى الموضوع ملوش علاج. لازم الحق طفل وهو صغير، لو عنده عين اضعف من عين، لو عنده عين فيها طول نظر شديد جدا، لو العينين فيهم طول نظر شديد جدا ده يسبب كسل في العينين الاثنين. الكسل في العينين الاثنين يعني المخ متاكد ان الطفل ده عينين الاثنين ما بيشوفوش كويس، يعني المخ متاكد ان العينين الاثنين مش هيشوفوا تاني كويس. عظيم. ارتخاء الجفن العلوي، الجفن التوزس يعني، ممكن يؤدي الى ضعف الابصار، ابيض اسود ام رمادي؟ رمادي، لان ارتخاء الجفن مش دايما شديد، ساعات بيبقى في ارتخاء جفن بسيط يعني الانسان يبان ان هو نعسان شويه كده، وساعات يكون متوسط يعني يبان ارتخاء الجفن مواصل لحد نص القرنيه، وده بيقدر الانسان يتغلب عليه بانه بيرفع راسه شويه، وساعات بيكون شديد جدا بقى اللي هو بيبقى قافل العين، ده بيؤدي طبعا لضعف الابصار. تصحيح الابصار في الاطفال بالفيمتو ليزك جريمه، ابيض اسود ام رمادي؟ اسود طبعا، اسود. حضرتك مفيش حاجه بس عليه خناقه دلوقتي. ما هو حضرتك عليه خناقه لان احنا دايما بنحارب الجديد. حضرتك دايما بنحارب الجديد، اولا ده علم. هي الخناقه بين رايين، يعني في ناس بتقول فعلا انه لا ما نعملش فيلم توليزيك للاطفال، في مدرسه ثانيه بتقول لا نعمل فيلم توليزيك للاطفال. دي مدرسه عالميه، انا بتكلم على اراء. بنتكلم على اراء عالميه، اراء عالميه دلوقتي في ناس مع وفي ناس ضد، وما زال ناس مع وناس ضد، وبقول لحضرتك لسه. عشان بس احنا بنحب دايما نترجم الامور حسب ثقافتنا احنا. لا حضرتك السبب ان العين اللي عندها طول نظر العين دي اصغر في الحجم. شوف حضرتك العين الطبيعيه حجمها حجم معين 22.5 مللي، العين طول النظر اصغر في الحجم. علشان انا اعمل له ليزر او فيمتو ليزر لازم انا اكبر حجم العين دي، اطلع القرنيه لقدام شويه. عشان اقدر اثبت العين يا دكتور ايمن بجهاز الفيمتو ليزر انا محتاج اثبتها، لان الطفل بيبقى نايم بنج كلي. فاولا مش قادر يتحكم معايا في عينه اقول له بص يمين او بص على النور او بص على الليزر، ده نايم بنج كلي. ثانيا فتحه العين بتاعه الطفل بتبقى ضيقه جدا وصغيره جدا، لسه الطفل البيبرا فيشر بتاعه او الفتحه بين الجفن اللي فوق واللي تحت صغيره، عينيهم بتبقى لسه ضيقه الاطفال. وعشان احط جهاز الليزر اللي هو قطره تقريبا 9 مللي عشان اثبت بيه العين، جهاز الليزر ده محتاج حرفه قويه جدا عشان تقدر تعمله. القرنيه فلات عشان تثبت الدايره بتاعه الليزر على القرنيه دي لازم السكشن بتاع الجهاز يكون محكم جدا،
وده محتاج تكنيك معين عشان تثبته. فمش كون الطبيب خايف او ما عندوش القدره او ما عندوش الحرفه او ما عندوش الضمانه الكامله للطفل او للاسره ان هو هيقدر يعمل لهم الفيمتو ليزر وضامن النتيجه 100%، فمش معنى كده انه يروح يقول لهم مفيش حاجه اسمها فيمتو ليزر للاطفال. لا، في فيمتو ليزر للاطفال تكنيكه صعب جدا على الطبيب ومش اي طبيب بيقدر يعمله، بس اذا كان الطبيب قادر يعمله بحرفه قويه جدا في ضمانه وفي امان وفي كمان مكسب ان الطفل ده هيستغنى عن نظارته، هيشوف كويس جدا، هيلغي الحول تماما، هيلغي الحول تماما، وباكد اهو، ومفيش كسل في المستقبل، وهو ده الرعب اللي في كل البيوت المصريه. طيب القرنيه المخروطيه مرض من امراض العين الوراثيه، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ هو كان ابيض لخدت فترات قريبه جدا، ولكن نبدا نقول دلوقتي رمادي، لان في دلوقتي بعض الاطباء من ممارسات مش محترفه قوي بيودي المريض السليم لسكه القرنيه المخروطيه. يعني ممكن يعمل له ليزك وهو قرنيته فيها خطوره، فيحوله من انسان سليم كان عايش ما عندوش اي مشكله ولا اي قصه وراثيه قبل كده لانسان عنده قرنيه مخروطيه. فده بقت رمادي شويه. احنا دخلنا كده بقى يعني دكتور انديوست. يا عاد الخيبه. طيب زراعه حلقات قرنيه القرنيه احدى العمليات البسيطه جدا، يفضل توفر يعني بفضل توفر التقنيات الحديثه جدا وتتمتع بنسبه نجاح عاليه. اكيد ابيض. ابيض 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 جدا. وكمان عايزين نقول ان مش كل القرنيه المخروطيه ينفع لها حلقات، ومش كل القرنيه المخروطيه بتجيب نتائج هايله مع الحلقات. لازم تعرف حضرتك ان كل طريقه ليها مريض يناسبه. شوف حضرتك شكل الحلقات، احنا حاطينها على الصابع عشان تبان انها رفيعه جدا، صغيره جدا، شفافه جدا، العدسه اللاصقه، كانها جزء من العدسه اللاصقه، ما بتبانش خالص في العين. بس مين المريض اللي هينفع له الحلقات؟ هو ده المهم. طب هنروح بسرعه للجزء تاني مهم، وهنبقى اسرع شويه فيه، لان هو محتاج ان احنا نقول عدد جرائم، عدد براءات. يعني عندنا الرول كبير قوي النهارده في المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟ الحقيقه السؤال ده سؤال مهم وسؤال محير، وانا فكرت اساله لك بقصه طريقه، بس انا اسالك بقى زي ما ايه رست معايا في الاخر. من يقوم بعلاج الحول جراحيا فقط؟ كل الحالات اللي بتجيله بيحولها الجراحه فقط، اعتقادا منه انها الاسلوب الافضل. ده يكون متهم وجاني ولا بريء؟ يعني متهم. طيب وجاني الاثنين مع بعض. لان حضرتك احنا لازم نعرف ان الحول مش كلمة حول، حول ده أنواع، يعني نقدر نعدهم، عايزين حلقات. هو كلمة التهاب جاية هنا من كل الحالات. كل الحالات طبعا. ولكن عايزين نقول إذا كان الحول ده في الأطفال نقدر نقسمه تقسيمة بسيطة، فزي ما قلنا قبل كده وبنأكد إن الحول ساعات بيكون مشكلته العضلات، وده بيبقى علاجه العضلات، وساعات بيكون مشكلته النظر الضعيف، وده بيكون علاجه علاج النظر الضعيف، وساعات بيكون مشكلته الاثنين مع بعض، فده لازم باكد يا دكتور ايمن، لازم يكون علاجه الاثنين مع بعض. مفيش حاجه اسمها ان واحد عنده حول نتيجه ان عضلاته ضعيفه وراثيا، ونتيجه ان نظره ضعيف في عين اكتر من عين، واجي اقول له هعمل لك عمليه للحول، وبعدين هتلبس النضاره بعد العمليه. هتفشل العمليه، لان الحول مركب من سببين، وحضرتك عالجت نص المرض بس وسبت النص الثاني، فهيرجع الحول ثاني. وما ينفعش تصلح له النضاره وتسيب له العضلات، لان هيفضل النظر فيه كسل، ويحصل لان عين هتفضل داخله لجوه وعين باصه قدام. برضو عشان نبقى واضحين، العمليات ليها مكانها. اكيد العمليات ليها مكان، اكيد العمليات ليها مكان، واكيد الجراحه في علاج الحول اكيد ما اتلغتش، مفيش حاجه اتلغت. زي ما الليزك العادي موجود والفيمتو ليزك موجود، زي ما الجراحه في الحول موجوده، وزي ما الفيمتو ليزر في الحول موجود. احنا ما قلناش ان حاجه لغت حاجه، ولكن كل ما اقدر اعمل حاجه امن للطفل واعملها له مره واحده في العمر، واضمن له نتيجه 100%، واضمن له معدل امان عالي جدا، واضمن له وقت عمليه قليل، واضمن له فتره نقاهه بسيطه، واضمن له ان مفيش الم بعد العمليه مرعب، وشكل العين يتحسن فتره قصيره جدا، كل ما كنت انا بنقل الانسان من حاله مرضيه لحاله امان في فتره قصيره. الام اللي بترفض تجري عمليه الليزر لانها عندها اعتقاد انه نظر ابنها هيسوء بعد كده، ده الفكر بتاعها، ده متهم ولا جني ولا بريء؟ والله حضرتك هي غلبانه. هي غلبانه. هي غلبانه. بريئه بس فاهم. غلبانه، لان هي بريئه جدا. اولا حضرتك الثقافه المنتشره ما تلعبش في عين الطفل. دي اول كلمه تسمعها من الجيران والقرايب، ما تلعبش في عين ابنك، سيبه كده. المشكله الثانيه حضرتك اللي تسمعها تروح ل شوف النضاره دي. شوف حضرتك النضاره، لا ده حضرتك تحس انها ست كبيره عندها 60 سنه. لا يعني اصلا شكلها. شوف حضرتك الحول منظره ازاي؟ يا دوب بس بتعمل كفر للعين، بس حضرتك الحول واضح جدا. شوف حضرتك المنظر، بص المنظر حضرتك، حضرتك هتشوفها بعد العمليه دي، يعني هتلاقيها هتقول مش هي.
دي كان عندها قصر النظر مش كده؟ قصر نظر شديد جدا وفي عين اكتر من عين، فرق 4 درجات بين العينين عمايز المتراك، وعندها كمان حول، الحول الخارجي او الحول الوحشي التبادلي. دي عندها مشكله في قوه الابصار، عندها مشكله في التركيز في الدراسه، عندها مشكله في الحركه، مشكله نفسيه في شكل النضاره. حضرتك بقى الاطفال الرخمه في المدرسه اللي يقوم شايل النضاره على وش الطفل ويجري يخبيها ويقول له اجري ورايا لو شايفني هاتها، وحاجات دلوقتي حضرتك تستغرب لما تسمعها. لا ما كانش كده زمان، لا الاطفال اتغيرت، كان زمان يعني واحد رزل مثلا يعني يعيب على 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 على, 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 على النظار يعني يقول لك ايه انا ضرب ده بيبقى رزل وعيل خايب ودايما احنا بنبقى الاوائل وبتاع بعد كده بيسكت لان هو اللي بيغش يعني بيسكت بيخاف. هنرجع نقول الام تاني، الام كانت يعني غصب عنها مش عارفه الحقيقه فين، وكمان بعض الاطباء اللي ما عندهمش ممارسات قويه او ما عندهمش تطوير من نفسهم سريع، يا اما يجي تقول له اعمل فيمتو ليزر لابني اعمل في ليزر لابني، يقول لا لا ابنك لما هيكبر قرنيته هتتغير فنظره هيتغير ممنوع. حضرتك مفيش الكلام ده، الكلام ده ممكن يكون في قصر النظر المرضي المتطور اللي هو بيلبس نظارات قعر كوبايه كل ما بيكبر، وده احنا بنصبر عليه لما يوصل لسن ال 18 متفقين عالميا على كده، ما بنجيش جنب عينه خالص لان عينه ما تستحملش الليزر دلوقتي ولا بينفع له ليزر عند ال 18، واصلا بيجي عند 18 برضه يحتاج زرع عدسات وحاجات ثانيه خالص. فده اصلا مش مريض ليزك ولا فيمتو ليزك، ده مريض قصر نظر متطور بروجريسيف ميوبيا، ده عنده مشكله في القرنيه وفي العدسه وفي الشبكيه، واحنا بنبقى خايفين نقرب منه علشان ما نعملوش اذيه، وده فعلا حقيقي بنصبر عن سن ال 18. اما طول او استجماتيزم او الاثنين مع بعض او عين اضعف من عين او طول شديد في العينين، دول جريمه ان انا اسيبهم لحد سن ال 18. طيب من يقوم بعلاج كسل العين بتغطيتها؟ تغطيه العين، كسل العين بتغطيه العين السليمه. دول اساتذتنا بقى اللي هم احنا بنسمع عنهم في الكتب دلوقتي كانوا بيتكلموا عن الموضوع ده، انما احنا الاساتذتنا اللي موجودين دلوقتي اكيد ما بيعملوش كده، واكيد الاطباء دلوقتي بطلوا يعملوا كده لان الموضوع ده حضرتك حول العين القويه واحده كسلانه او حوله. فالدكتور يقول له غطي العين السليمه عشان الحوله تتعدل. المصيبه ان في تحت الغطاء هنا عين كانت سليمه بقت حوله. يعني هم حضرتك متحركين مع بعض، هي المنظر كده بالظبط، عين سليمه وعين حول. حضرتك بتغطي دي عشان دي تتعدل، دي بتحول كده بالمنظر زي ما انا بعمله كده بالظبط. فطول ما هي تحت الغطا انت مش شايفها، بس حضرتك اللي مبسوط منه ايه؟ ان الحوله اتعدلت. تشيل غطا وترجع العين تعمل كده تاني يوم تغطي عينه ويحصل كده. بعد استعمال الغطا شهر واثنين وثلاثه زي ما الاطباء طبعا بتنصح وده غلط، تلاقي العينين بقوا بيحولوا مع بعض، تتحول من حول في عين واحده لحول في عينين الاثنين. غير بقى كارثه الغطا اللي دلوقتي اكتشفوا انه ممكن يعمل ميه زرقاء وممكن يرفع ضغط العين ومشاكل كتيره جدا جدا. من يقوم بعلاج القرنيه المخروطيه عن طريقه وضع العدسات اللاصقه او عن طريق العدسات اللاصقه؟ هو ممكن القرنيه المخروطيه ده متهم ولا جنب البريده؟ والله حضرتك اكيد المقصود العدسات اللاصقه الصلبه. ما انا اقصد العدسات الصلبه طبعا لو هو بيعالج القرنيه المخروطيه بالعدسات الصلبه، لا هو يعتبر جاني على المريض، لان القرنيه المخروطيه ليها علاج بالفيمتو ليزر، ليها علاج بالتثبيت الضوئي، ليها علاج بزراعه القرنيه، ليها علاج بالحلقات. ولكن انا احط له عدسه صلبه هو هيشوف بيها، انما مش هتعالج المخروط، مش هتعالج دي عدسه هتعدل له الصوره، هتعدل له الصوره، انما هتعالج المخروط اكيد لا. تعالى بقى نروح للجزء الثالث، الوهم. الحلقه كلها كانت اوهام وخوف، في حاجات كتير، الموضوعات دي مثيره جدا جدا الحقيقه، يعني احنا انتقلنا الى قضايا مهمه جدا. فنشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ رايي ده مهم، ده دي جمله مهمه قوي. من يرى ان زراعه الحلقات في القرنيه المخروطيه افضل من زراعه القرنيه؟ ده وهم ولا شك يعني؟ هو حضرتك هو اكيد عنده شك او هو موهوم في حاجه، لان حضرتك ما فيش حاجه افضل من حاجه. هو دلوقتي المريض القرنيه المخروطيه ده بيعدي بمراحل، احنا لازم ناكد على المعلومه دي عشان المريض يبقى فاهم. مفيش حاجه اسمها انت عندك قرنيه مخروطيه وخلاص، لا، مرحله ايه؟ انا في زيرو ليفل ولا في 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ كل ما اختلف الليفل اللي انا فيه كل ما اختلفت طريقه العلاج المتاحه ليا. فاذا كنت انا في زيرو ليفل انا ممكن اعمل له حاجه اسمها ليزك اكسترا مع تثبيت ضوئي، في 1 ولا 2 ممكن انا متاح بالنسبه لي اعمل له تثبيت ضوئي ولا اعمل له تثبيت مع حلقات، 3 ولا 4 انا متاح بالنسبه لي اعمل له حلقات ولا اعمل له زرع قرنيه. كل ده بيرجع لبصمه العين اللي بتعمل الكشف الطبي الدقيق، اتاكد القرنيه فيها سحابات ولا ما فيهاش، قوه الابصار بتاعته، سنه، كل ده بيفرق معايا جدا. فمفيش حاجه افضل من حاجه، لا طبعا وهم ان انا اقول ده افضل من ده، لا، ده ليه حالات وده ليه حالات. الميه البيضاء واحده من اسباب كسل العين؟ اكيد يقين. ده يقين يقين اكيد اكيد. احنا بنتكلم طبعا عن الميه البيضاء عشان الناس تبقى متاكده من المعلومه، الميه البيضاء اللي بيتولد بيها الطفل، لو بيتولد عنده ميه بيضاء في عينين الاثنين او بيتولد ميه بيضاء في عين واحده، كونجينيتال كاتر. كونجينيتال كاتر ده لازم الطفل يتفحص اول يوم ويتفحص في خلال 40 يوم ثاني عشان نتاكد انها مش موجوده.
اي خلل وظيفي بحركه الجفون او شكلها ممكن يؤثر على سلامه العين. واعمل شكل يقين يقين 100% يؤثر على سلامه العين من ناحيه كسل العين وضعف الابصار وكمان فيلم الدموع والالتهابات المتكرره والقرنيه وكل حاجه. ارتخاء الجفن العلوي في الاطفال افضل عدم علاجه حتى 8 سنوات. هنرجع تاني نقول معلومة، ارتخاء الجفن اذا كان بسيط هنسيبه خالص لو الشكل مش مضايق الطفل او مش مضايق العيله يعني، او شكله مش مغير منه. اذا كان في عين واحده اكتر من عين زي ما احنا شايفين في الصوره لازم نعالجه بدري. مفيش حاجه اسمها ان انا اسيبه لما العين يحصل لها كسل والطفل رقبته يحصل لها تشنج في العضلات الخلفيه عشان عامل كده وارجع بعد كده اعالجه ورقبته تفضل بايظه او يفضل عينه كسلان. لا طبعا. العدسات الصلبه القرنيه المخروطيه اكتر امن من الحلقات بالفيمتوليزك. نفس الوهم ده نفس الوهم ان هو ما في حاجه افضل من حاجه. العدسات الصلبه بنلجأ لها في الحالات اللي مش قادرين نعمل لها زرع قرنيه او مش قادرين نعمل لها حلقات وقرنيته ضعيفه جدا ولسه شفافه. في عدد محدود جدا من الحالات لان العدسات الصلبه ناكد للناس متعبه جدا في الاستعمال، ليها مضاعفات شديده جدا لانها صلبه بتعمل سحابات في القرنيه وده بيحول الانسان من انسان عايش بقرنيته لانسان محتاج زرع قرنيه. فبستعملها في اضيق الحدود. طيب عارف الرجل الاخضر؟ عارف الرجل الاخضر اللي هو بيتحول ده. انت امتى تتحول الى الرجل الاخضر؟ ايه الحاجه اللي ممكن تتقال قدامك بتخليك تتحول الى الرجل الاخضر؟ ده في ثلاث اربع حاجات بيحولوني للرجل الاخضر والاسود والرمادي كمان. لان انا حضرتك لما بتجيلي ام واقول لها ابنك عنده مثلا عين ماينس 12 وعنده عين 6/6 فلازم يصلح الماينس 12 دي، فتقول لي انا رحت للدكتور وقال لي لو عملتيها لابنك عينه هتروح. فانا بتحول لان انا عايز اطلع الام من الثقافه الغريبه دي لثقافه صح وبعاني معاناه رهيبه جدا. بتحول لما الاقي ام جايه لي بطفل وعنده 8 سنين وبتغطي له عينه 6 ساعات كل يوم بقى لها 6 سنين و4 سنين يا دكتورين. تخيل طفل عايش حياته يوميا 6 ساعات بيغطي عين اللي انا كنا بنسميه في حالاتنا طفل القرصان، ده عايش حياته كلها باللزقه، 6 ساعات يوميا بيذاكر ويتفرج على التلفزيون ولا على الكمبيوتر وقاعد مع اصحابه وقاعد في بيته بالغطا 6 سنين 6 ساعات يوميا بتحول، لان الطفل ده بيحتاج يعمل عمليه ما بتاخدش ربع ساعه ويروح سعيد ويتصور ويبقى عنده صور في الطفوله فاتت فتره الطفوله كلها يا عيني منه. ما بتنرفز جدا لما اشوف طفل عنده حول والام جايه تقول لي هستنى عليه لما يوصل سن ال 12، الدكاتره يقول لي كده استنى معدي ال 10 سنين عشان يستحمل او عشان ما يرجعش تاني. هيرجع تاني لو اتاخر، هيرجع تاني الحول لو اتعود انه حول هيرجع تاني. انا اتحولت دلوقتي، انت خليتني اتحولت دلوقتي يعني. على فكره انا اتنرفزت يعني، انا شفت لقيت متحول يا نهار اسود. روح على عبد الابن ورقك يا عم قبل ما يكسر يروح عامل لك كده، دي تقيله. نورتنا. شكرا يا دكتور. خليكوا دايما مع الناس الحلوه. خايفه من الواقع بتاع السمنه المفرطه والمستقبل بتاع ماذا يحدث بعد العمليه. احنا كنا في كابوس محبوس جوه نفسك. هدفنا ان احنا نعمل حاجه جديده ما حصلتش على مستوى الوطن العربي. ما تخرجيش، خليكي قاعده. الناس حواليا وكلامهم ليا انا كنت دايما بتاثر نفسيا جدا من الموضوع ده. كان هدف القصه دي كلها ان الناس دي تنقل للي عايز يعرف الحقيقة. عامل زي مليون ألف شبح كده بيحاربوه. أصحابهم المرض النفسي. كان نفسنا كان قبل العملية بيبقى صعب أيا كان. إحنا مبسوطين بوزننا وكل وسعد وما يهمكش أي حاجة، ده واقع ولا كدب على نفسي؟ أنا شخصياً اتعلمت أتريق على نفسي قبل ما حد يتريق عليا. كان أكتر حاجة بتهون عليا أحلام اليقظة. لما بيبدأ يحصل نزول في الوزن بيبدأ يحصل نحت الهيكل بتاع الوش، بتبدأ الملامح الحقيقية تبان. بقت الحياة قدامهم فيها آمال وطموحات ومولد جديد. أنا خلعت سنة من حوالي 4-5 سنين، سناني كرت. كرت لفظة سناني كرت، السنان تأثر على شكل الـ الإنسان بطريقة مش طبيعية. أنت حضرتك خلع الضرس ولا جاي تزرع عشان إيه؟ لا ضرس وقع لوحده. وقع لوحده ونط يعني. ماشي. طيب دكتور حضرتك أنا لما جيت زرعت في ساعة، حضرتك لما جيت زرعنا لك في ساعة، زرعنا لك ليه في ساعة؟ حضرتك جاي من غير عض. أنا عايز أزرع. عايز تزرع ايه؟ ازرع سن. لا كده انت مش عايز تزرع سن. لا انا عايز لو عايز من غير اشعه مقطعيه هتزرع حاجه تاني. تزرع في الحقل.